بعد كده بقى يا جماعة بنجيب الدباسة دي، دباسة مسمار بيركب فيها المشط زي ده كده، اللي هو بيجي في علب زي دي كده، تمام. في منه 4 سنتي، في 5 سنتي، في 2 سنتي، اللي هو 40 اف، يعني 4 سنتي، تمام. بنركبه هنا وبنقفل عليه، وبعدين بنركب الهواء بتاعنا. بعد كده بقى هندبس بيها الحتت اللي احنا محتاجينها. ميزة الدباسة ان هي بتخش في اي حتة خشب، سواء ايا كان سمكها، من غير ما تفلقها، لانها بتكون ضربة واحدة وضربة متزنة، غير ضربة الايد ممكن تفلق خاصة في الخشب الزائد، تمام. الضربة طبعا بتكون ضربة ومعاها السنبك بتاعها. الدباسة طبعا ناس كتير عارفاها، بيكون لها هنا الامان ده لازم نضغط عليه كده، مش باليد طبعا، لا احنا بنضغط بالطريقة ديت كده، تمام. اهوت. لكن عامة دي لو ما تشددش الورا كده مفيش مسامير تطلع، عشان برضو في ناس ايه بتخاف ان ممكن عيل يلعب فيها، لو حقيقي يلعب فيها زي كده ما بتطلعش حاجة. لازم ديت تتسحب ورا كده، وبعدين نضرب ديت كده. طبعا شغال بيد واحدة كده، ضربت معانا اهي. نجربها كده مع بعض. عندنا مثلا هنا الراس ديت فيها فلق هنا اهوت، فاحنا ممكن ندبسها من هنا كده. المسمار دخل اهوت، ودخل بعمق، يعني ما بيكونش جاي معاك خالص، تمام. ممكن كمان تتحكم في العمق بتاع المسمار من هنا، في هنا بكرة، البكرة ديت ممكن تتحكم في عمق المسمار يدخل قد ايه. هنا المسمار طلع اهوت لبره، طبعا ديت لو بنعملها مسامير عاديه كانت فلقت كلها وباظت. هنيجي برضو على البارد هنا اللي هو زي ده كده، وهنديله مسامير كده، مسكت هيت جامد، وفي نفس الوقت المسمار متسمك ما بيبانش منه اي حاجه، بعكس المسامير اللي هي العاديه زي دي كده، بتلاقيها باينه زي دي كده، وكمان تلاقي خبطه الشاكوش معلمه حواليه، تمام. يعني هنا هتلاقي خبطه الشاكوش معلمه في الخشب، لكن طبعا الدباسه انضف واحسن. هنلف بقى على كله بالنظام ده كده، علشان خاطر نزود المتانة بتاعته. شغال؟ لا كده يا جماعة البار هو بقى ماسك زي الحديد، وفي نفس الوقت المسمار بتاعنا ما أذاش الخشب ولا فيه مكان خطر للشاكوش. كده
ده باكل بسماوات يا جماعة. الشريط بيكون فيه 100 مسمار اهوت، بيكون فيه ناحية ليها راس، لف انت كده، بيكون فيه ناحية فيها راس اللي هي ديت، والناحية التانية مفيهاش راس، دي اللي بتدخل في الخشب، وديت اللي بتبقى ناحية الشاكوش. بنعمل كده، ديت هتبقى ناحية الشاكوش اهي، بياخد لحد 5 سنتي، وبعد كده بنقفل عليها. تمام، الموضوع سهل خالص اهو. احنا ليه طبعا بنعمل الكلام ده؟ احنا بنعمله عشان خاطر ما تفصلش تاني بعد كده، حتى لو النجار عاملها يعني طبعا هو مفوت حتت كتيره، فاحنا برضه عشان نتلاشى الكلام ده بنزود المسامير بتاعتها. Well,